وهلا حننتقل سالي لفقرتنا الأولى اليوم. ضمن مساحتنا الصباحية رح نطرق أبواب عالم الطفولة ونتعرف على مؤشر الحركة لدى الأطفال يلي عم بيشكل عامل مهم، ونتعرف على مؤشر السايكومتر أو النفس الحركي لدى الأطفال وتأثيره على الأطفال. معنا الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رندا. عطلة حلوة إن شاء الله هيك علينا وعليكي. كل حركة دائما إن شاء الله يا رب. حبيبتي دائما بيكون عنا مواضيع وشغلات هيك بتهم الشيء النفسي، سواء كان للطفل. اليوم يمكن شوي نبعد عن الشغلات الثانية للطفل، حنفوت بالسيكولوجيا تبع الطفل أو يلي عرفته سمر السايكومتر. شو هو؟ هو عبارة عن دمج الحركة من ناحية نفسية بحيث تعمل الطفل تتعامل معه ككتلة واحدة، بتعتمد على الحركة لحتى نقدر عن طريق الحركة وجسم الطفل نزيد من وعيه وإدراكه لحتى ننتقل لتجاوز كتير بالمستقبل مشاكل أكاديمية، حتى مشاكل نفسية، حتى كبناء جسدي له. الجسم صلة الوصل بين الإنسان ومحيطه. ممكن نتعرف بالبداية كمان على أهمية الحركة عند الطفل؟ هلأ دائماً بيبدأ الطفل بحركته لحتى يقدر يكتشف المحيط اللي هو فيه، من هون بيجي المبدأ النفس حركي. نحن نعطيه مساحة حرة لحتى هو يقدر يكتشف فيها، ويقدر عن طريق حركته سواء من حركة عينه لحتى حركته كجسم كامل ليوصل لشيء ويمسكه، يتعرف عليه، يستكشفه، يشوف أبعاده. هذا كله هو الأساسي للطفل، حتى نحن إذا بدنا نتعرف على أي شيء فهو الحركة جزء أساسي بتعرفنا للخبرات الجديدة. من هون نحن دائما بيكون نوجد هذا النظام اللي خليني أقول اللي أقرب للنظام التعليمي اللي بيعتمد الحركة واللعب بطريقة موجهة ومهدفة بأهداف معينة. وإلى طيب رندا، شو هي هاي الأهداف المعينة وعناصر السايكومتر؟ تمام، في عناصر أساسية اللي أنا مثلا ممكن أعمل للطفل مثل حالة من الإشباع، أنه أنا أعطيه مثل ما قلت لك هاي المساحة الحرة اللي اكتشف فيها. ممكن دائما عن طريق السايكومتر خليه يسعى ليجيب خبرات جديدة ويقدر يتعلم فيها. النقطة الأساسية اللي بيتوجه فيها هذا النظام هو وعي الطفل، وعيه لذاته ووعيه لحجمه بالفراغ. دائما نحن بنلاقي مشاكل بالمستقبل عند الأطفال وقت المراحل التعليمية المتقدمة، انه لما ببلش يفوت بالدرس ممكن مثلا يعكس الاحرف، ممكن ما يعرف هاي نقطه الحرف هي فوق او تحت. فهي كلها مصبها الاساسي اللي ممكن يكون علاجها ونتفاداها اساسا لنوصل لهي المشاكل. من السايكومتر يعني يا رندا، السايكومتر يمكن هو مصطلح ما الكل عنده فكرة عنه، ما فينا نجزم، ولكن البعض عنده فكرة والبعض الآخر ما عنده فكرة عنه. تمام. الأهل بالبيت قديش مهم أنه يكون عندهم اطلاع لهذا الموضوع أو لهذه الأشياء النفسية للطفل، ليقدروا الطفل بياخذ الشغلات بيكتسبها يمكن من أهله من محيطه، خاصة الشغلات النفسيته. بيقول لك الطفل كأنه نفسيته شوي بس يصير بالمدرسة تعبارة من الأصل هو صغير شو كان متعرض. قديش الأم لازم تتابع موضوعه، تتابع شو عم يعمل، شو عم بيساوي، كيف عم يتحرك، قديه هذا الشيء مهم. تمام. هلا هو له علاقه كثير كبيره بالنمو الارتقائي عند الطفل، هو كيف انه مع كل مرحله عمريه شو لازم يكون بيعرف بكذا مجال. هون بيكون المقارنات بين الاطفال بتعطينا المؤشرات او تخلينا نعرف انه لا انا ابني شوي مقصر او ضعيف، او لا انا ابني متطور بهذا المجال عن غير اقرانه. بالمجال هلا صار في كثير وعي بهدول الانظمه سواء التعليميه سواء الحركيه اي شيء. للاسف نحن هون بتكون دائما الاهل اتجاههم انه ما عندهم وقت ليقعدوا مع ابنهم. من لين احنا بنقول انه الحركه اهم شيء، لانها هي بتوجه الطفل ليتعلم بطريقه مفيده بعيد تماما عن القعده على الكمبيوتر ولا موبايل ولا شاشه التلفزيون.
والسايكومتر هو كتير بيساعد حتى للبناء الجسدي للطفل، بيقوم له من العادات الغلط تماماً. الحركات الغلط أو العادات الخاطئة اللي كتير أطفال هي وعم تلعب ممكن تقعد قاعدة غلط، فهي السايكومتر بالحركات هاي الموجهة اللي هي مثل ما قلتي الناس ما بيكون في عندها وعي، هي بتقول لك إيه هذا رياضة، هذا درس رياضة، هي تماما مختلفة لأنه ممكن يكون فيها لها حركات بتتعلق بالتوازن، بتتعلق بالحركات والعضلات الكبرى والصغرى، موجهة لقوي نقاط ضعف الطفل. الناحية العلاجية شو هي؟ فيها إلى ثلاث أنماط، ممكن نتعرف على الأنماط اللي ثلاثة مع بعض؟ حأحكي هيك بشكل عام. هي مثل ما نحن حكينا في انه هو حتى ما بتوجه بس للطفل اللي الطبيعي، كمان هو بيعطي كتير فعال للأطفال اللي عندهم مشاكل أو اللي عندهم إعاقات ذهنية، لأنه بيبدأ بالفرق بينه وبين الرياضة العادية، لأن إحنا ما بس منركز على بناء العضلة ولكن نحن منتوجه حتى نفسياً لندعم الطفل، خصوصي لما بيكون مترافق مع إيقاع معين، فهو بيعطيه هذا النوع من التوازن، بيعطيه هذا النوع من الانضباط الانتباه، بيعلي شوي من تركيزه، بيخلي يكون في عنده وعي بالفراغ اللي هو موجود فيه. كيف يعني وعي بالفراغ؟ يعني هو قدران يتكيف مع ذاته ومتكيف مع المحيط اللي قاعد فيه او المكان اللي قاعد فيه. من هون نحن من الاساس العلاجي فيه هو بتقديره لذاته اللي هو بدايه واصل النفس الحركي، انه هو لما ببلش يوعى لجسمه، يوعى لشو امكانياته الجسديه والحركيه، من هون بيبدا يقدر يقيم نفسه تماما انه انا بقدر اعمل هيك وبقدر ما اعمل شيء ثاني. فمن هون بيصير مقاومته للاحباط بتكون اقوى. طريقته للتعامل مع المواقف الجديده بتوجهه لانه يتعامل معها بنقاط قوته مو بنقاط ضعفه، فهو من هون بيقدر يطور حاله وبيقدر يكون تعامله مع المحيط اعلى وبثقه اكبر. تماما. يعني السايكومتر دائما له علاقه بالتحصيل الدراسي للطفل، كونه مثل ما ذكرتي هو بيأثر على حركته، دائما بيقولوا العقل السليم كمان بالجسم السليم، كله علاقه مترابطه مع بعضها يعني ومتممة لبعضها. قديش الطفل يلي شوي مشتغلين عليه، شوي دايرين من أهل بالهم عليه، بيكون تحصيله العلمي أفضل؟ ما رح نقول ابني مو ذكي وابني ذكي، أكيد أكيد سمعيها كتير. أكيد. ما في دائما الاهل شوي الا اذا كان في مشكله فيزيولوجيه من الخلقه، فقديش في ارتباط وثيق ليحصل الطفل على تحصيل علمي بمراحل ثانيه، قديش لازم يكون في عنده تاهيل عن طريق السايكومتر؟ تمام. التاهيل عن طريق السايكومتر هو بيعتمد بالاساسي لما انا ببلش علمه الاتجاهات وتوجهه بالفراغ، مثل ما حكينا يمين يسار فوق تحت امام بجانب، هدول المفاهيم كلها لما بتكون عن طريق حركه وعن طريق انشطه حركيه هي حترسخ بذهنه، خصوصي فكره اليمين واليسار. نحن للاسف دائما لما بنبلش نعلم طفلنا يمين ويسار بتكون موضوع تلقيني تماما، لهيك نحن لا، بده يكون عن طريق نشاط ويتوجه بكل جسمه للاتجاه اليمين والاتجاه اليسار. بالمراحل التعليميه والدراسيه رح نلاقي انه تلافينا مشكله انه يكتب الاحرف بعكس بعضها، مثل مثلا الاثنين يكتبها سته. نفس الشيء لما انا علمته فوق وتحت بطريقه جيده، فانا للمستقبل بالتحصيل العلمي ما عاد يخربط بين الباء والنون وين النقطه، نقطه لازم فوق تكون ونقطه تحت. تماما. هي عن جد هي كثير اساسيه بالمراحل المبكره. يعني انت نشتغل عليها شيء معاناة عم يكون مع الأهل، إنه أنا قلت لك النون نقطة فوق الباء نقطة تحت، يعني هدول القصص يمكن الأهل ما ينتبهوا عليهم، إنه إيه بيتعلم، لا هيدي القصص في إلها في إلها قصة، يعني في إلها أساس. أنت بتعملوا على تطوير الفكر الرمزي، ما بتيجوا على إنه على تعليمهم اللغة العربية، يعني أنتوا بتحاولوا تعلمون الرسم الكتابة والنطق بطريقة، ما ضروري إنه تدققوا على الحرف حرف
للطفل صح؟ هيك بتبلشوا انتم فيهم بهالمراحل؟ بتكون المراحل هي على ثلاث مراحل. بنبدا اول شيء بالسايكومتر مثل ما حكينا، وعيه لذاته، لما بنبدا بالاشياء المحسوسه، وعيه لنفسه وللمحيط. بعدين بننتقل للشبه مجرد اللي هو بيبلش بقى يتعامل مع اشياء شوي تكون جامده. بعدين بننتقل للرمزيه والرمز اللي هو بالمستقبل الارقام والاحرف والدرس بقى. تمام. يعني تفضلي. لا تفضلي. لا. يعني دائما كنا عم نحكي يا سمر انه الطفل بحاجه لرعايه ولا عنايه كبيره. رندا بيقولوا بده علاقه، بيقولوا عاطفيه كثير مع قبل ما يبلش بالنشاط العلاجي مع المختص، يعني انه لانه اذا رفضوا هذا مشكله كبيره، مستحيل يفوت ابدا بمراحل العلاج الطفل. تمام. طيب كيف فيكي انت تتوددي للطفل وبالاخص اذا كان عنده هاي المشكله؟ هلا دائما في نحن عندنا مواصفات اساسيه للي بده يدرب بالجلسه السايكومتر، وبنفس الوقت لازم يكون في قوانين معينه بالجلسه وبالمكان اللي موجود فيه لتكون ناجحه. اللي بيتعلق بالمدرب او الاستاذ او الام، هي لازم تكون عندها قوانين حازمة بس نفس الوقت بلطف، ما يكون في شيء كأوامر، لأنه بالأخير نحن حنقوم بنشاط تفاعلي حركي ورح أمارسه أنا مع طفلي بالحركة. ممكن تكون جماعية، ممكن تكون فردية، ممكن هو دائما لازم يكون بيعطي القوانين اللعبة بيشرحها بشكل عام. بتبدأ بعملية استرخاء معين اللي بيبدأ بالتسخين معين لمدة 5 دقائق، بهي بشرح فيها أنا شو هي قوانين اللعبة أو شو لازم أنا أعمل. طيب بما أنه عم نحكي على اللعب، ممكن تحكي لنا أهمية اللعب التعبيري عند الطفل؟ تمام. هون انتقلنا لما أنا بكون فتت بالحركات اللي أنا بدي أعملها، التعبير الوش، كيف أنا فيني أدمج حركاتي من الناحية لحتى أعبر عن مشاعري. نعم. وبنفس الوقت أقدر أقرأ مشاعر الأشخاص اللي موجودة. قديش هالشغلة مهمة، قراءة المشاعر للأشخاص. وما كل العالم بتمتلكها رندا. يعني موضوع جدا مهم، موضوع حساس جدا للطفل يلي هو رح يكون طالب، رح يكون أيضا بالجامعة، وبعدين رح ينتقل للمجتمع. تمام. بشكل سليم، لازم يكون تأسيسه بشكل سليم. صح. نصائح أخيرة لكل اللي عم بيتابعنا، رندا شو بتنصحي الأهل اللي هيك عندهم بيبي جديد، حتى كان عندهم بيبي جديد وكمان هلا بلش بقى بالحركة؟ تمام. من ضمن النصائح اللي لهم بأي عمر ينتبهوا على أولادهم. تمام. بأي عمر ببلشوا يلاحظوا إذا في سايكومتر أو أي مرض عندهم؟ هلا هو بيبدأ فيني أنا أول ما ببلش يتحرك أو يزحف، نحن بنقول إنه دائماً من النشاطات الأساسية هي النط، الزحف، المشي. هي أنا بشتغل هون على العضلات الكبرى، كمان نفس الشيء على العضلات الصغرى اللي هي ممكن يمسك شيء يفتحه يسكره. بقيس توازن الطفل، أهم شيء يشوف توازنه بالمراحل الأولى بحركته بالمكان. نعم. هل هو كتير ممكن بتوجهه بالمكان؟ نعم. بيطرق كتير بأشياء، بيوقع كتير دائماً، بيشاغب كتير. فهي لما تكون هاي الحركة دائماً أنا بحاول اتوجه للسايكومتر ليساعدني. نعم. ما مشي الحال فأنا لازم شكرا. شوف يعني هو بيهدف لتوطيد علاقة سليمة بين النفس والجسد. بنتشكرك كتير الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك رندا، إن شاء الله هيك يكون لنا حلقات تانية بمواضيع أيضا مهمة مثل ما حكينا، وخاصة عن الطفل. شكرا كتير لك.